السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المتتبعي قناة صدقة الجارية مع الزمورية. أهلا وسهلا بكم جميعا في لقاء آخر إن شاء الله. الاستفادة، تبادل المعلومة، الاستمتاع بتعاليقكم المحفزة ونيل الأجر والثواب إن شاء الله، ديالها بإن شاء الله الريع ديال المشاهدات ديالكم وديال كل التشجيعات ديالكم لقفة رمضان. رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذا دعاء حبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كان 6 شهور قبل من رمضان دائما كيقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكيفوت رمضان عاوتاني وكي الشهور اللي موالية كلها كيقول اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. لذلك رمضان غنحاول ندير لكم واحد الشوربه اللي هي جد جد صحيه ومفيده ان شاء الله تعالى، ندخلوا جميع ان شاء الله باش نشوفوها. الشوربه اللي قلت لكم صحيه ومفيده هي ديال انواع الحبوب ان شاء الله تعالى. غنديروا هذا النوع هذا في 5 الانواع ديال الحبوب اللي كلها مفيده وصحيه للجسم. 5 ديال الانواع، ها هو 5 ديال الانواع فيه ديجا ديال الحبوب. غنزيد نغنيهم انايا كذلك برقائق الشوفان، غنزيد عليهم، وكذلك غنزيد عليهم المحمصه، كذلك المحمصه غنغني باش غتكون عندها واحد الشربه رائعه. درتها ولينا جربتها مره ولينا مدمنين عليها. غنحتاج الكرافس مقرط، غنحتاج بورو وحده بورو، وغنحتاج كذلك مطيشه مطحونه. نبداو ان شاء الله على بركه الله وباذن الله. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها هي بعد ما درت مطيشه في الطنجره ديالي وكرافس بورو قرطته مزيان، خديت فص ديال الثوم كبير قسمته على 4، غنزيد زيت الزيتون البكر ان شاء الله تعالى، غنزيد منسم طبيعي ديالي اللي دايره ديال قشور الخضر، غنزيد البابريكا شويه حاره بالنسبه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، اللي عنده وليدات، عندي انا الزوج كيبغيها. غندير كذلك معلقه الملح، معلقه صغيره، وغندير كذلك باش غتعطيني النكهه ديال الحوت القشور ديال الكروفيت، ها هما غندير منهم باش تعطيني النكهه ديال الحوت، ها هما نص معلقه. غنقلي هادشي ان شاء الله ونتلاقاو. ها هي بعد ما تقلات ليا مزيان، غنصب فيها المطيب. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم ديجا طيبته في غلاي الكهربائي، وغنغطيها ان شاء الله. غنصب فيه هاد الحبوب اللي عندي، 5 انواع ديال الحبوب. ها هي صبيتها كامله، راها مفيده وصحيه. غنزيد كذلك المحمصه، ها هي بحكم انا الزوج ما كيبغيش ياكلها ليا بوحدها، كنحاول انا نخلطها مع هذا، انا كتعجبني مع الحليب. وغنزيد ان شاء الله رقائق الشوفان، سوى قياس ديال نص كاس، كيبقى القياس حسب العائله حسب عدد الافراد. بالنسبه لهذا الشيء غادي يطيب ليا في مده 10 دقائق، لان بكل بساطه هذا الشيء عندي كله راه ديجا طيب، ديجا طيب نص طيبه، يعني غنكمل ليه على النص اللي باقي 10 دقائق. ها هي الحساء ديالنا موجوده باذن الله، غنبقى مره نحركها ان شاء الله. ها هي بعون من الله وجدات، ها هي شفتوها وجدات رائعه لذيذه مفيده، واهم اهم شيء انها صحيه، صحيه يا وجدات في 10 دقائق وجدات. انا سبق لي قلت لكم المواد كلهم اللي فيها ديجا سبق ليهم كيبيعوهم طيبين بحساب موظفين، بحساب الناس اللي ما عندهمش وقت، بحساب. ها هي تلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي باذن الله. ها هي وجدات على بركه الله،
ما نقولش ليكم اللذة اللي عطاها البورو، درت فيها بورو صغيرة، اللذة اللي عطاتها، وكذلك اللذة اللي عطاوها قشور ديال القمرون. ها هي جد لذيذة. الزوج عندي كيزيد فيها زيت الزيتون البكر، انا كنزيد فيها البارميجانو فرماج محكوك، ممكن تشربها هكذاك عادية مع تميرات. على فكرة هاد التمر البري، نقول هذا مع جاي رمضان وكل شيء وغادي يكون استهلاك ديال التمور، هاد التمر البري هو التمر البيو، ما فيه لا دواء لا والو، فيه امطار الرحمه امطار المغفره فقط اللي فيه. اما التمور الاخرى كلها فيها مواد كيماويه، كيكثروا المواد الكيماويه من اجل باش يكون المنتوج مضاعف باش يبيعوا باش يسترزقوا الله. هذا اللي الثمن ديالو رخيص وما كيهتموش به الناس، والشكل ديالو حتى هو ما كيغريش العين انه يتكال، هو اللي بيو، هو اللي بري، هو اللي صحي. نصيحه هذه لوجه الله مع رمضان جاي دابا. ها هي الحساء ديالنا، جد لذيذه جد رائعه، نتمنى من الله انها تنال اعجابكم، ولما لا تجربوها، راه صحيه 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 صحيه. بلا ما نقول لكم جميع انواع الحبوب اللي فيها، الفوائد اللي فيهم كل وحده وكنز من الكنوز. لذلك الا جيت نقول لكم راه خصنا ساعات طوال باش نتكلموا على الفوائد ديالهم. ها هي نتمنى من الله ان الشربه او الحسوه او كيف ما كل واحد كيسميها تكون صحيه ومفيده ولذيذه وتعجبكم، ونتمنى من الله انها تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. ها هي خليتكم على خير وبخير في قناتكم، قناة الصدقة الجارية مع الزمورية. إن شاء الله نتمنى من الله أنكم دعموا القناة أكثر أكثر فأكثر باش تمشي القفة رمضان. نحن على مشارف رمضان، بقى بيننا وبينه شهر ويوم أو يومين. لذلك جزاكم الله خيرا، أكثروا أكثروا أكثروا، جزاكم الله خيرا في الميزان المقبول إن شاء الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.